بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ألتقي وإياكم طلابي وطالباتي، طلاب قسم الدراسات الإسلامية وأساليب تدريسها بجامعة الأقصى، في المحاضرة الثانية التي هي بعنوان دلالة الألفاظ عند السادة الشافعية والمتكلمين. الجمهور أو السادة الشافعية قسم دلالة الألفاظ إلى قسمين رئيسيين، دلالة المنطوق ودلالة المفهوم، ثم قسموا دلالة المنطوق إلى قسمين، وقسموا أيضا دلالة المفهوم إلى قسمين آخرين، فقسموا دلالة المنطوق إلى دلالة المنطوق الصريح وإلى دلالة المنطوق غير الصريح. أما بالنسبة إلى دلالة المفهوم فقسموها إلى دلالة مفهوم الموافقة ودلالة مفهوم المخالفة. وعن دلالة المنطوق الذي قسمت إلى قسمين، منطوق صريح ومنطوق غير صريح، ينقسم المنطوق غير الصريح إلى دلالة المنطوق بالمعنى المقصود ودلالة المعنى المنطوق بالمعنى غير المقصود. وأما دلالة المعنى المنطوق غير المقصود فإنه عن يتفرع منه دلالة الإشارة، وأما المعنى المقصود فإنه يتفرع منه دلالة الاقتضاء ودلالة الإيماء. السادة الجمهور عرفوا دلالة المنطوق بأنها هي ما دل عليه اللفظ المنطوق به، سواء كان هذا المعنى حكم شرعي أو غير حكم شرعي. بعبارة أخرى، فإن دلالة المنطوق هي تعني ما يفهم، ما يمكن أن يتوصل إليه أي إنسان ناطق باللغة العربية بمجرد سماعه لما نطق من ألفاظ مفهومة المعنى، لا يحتاج إلى إعمال الفكر ولا يحتاج إلى الجهد في التفكير، وإنما يفهم أي إنسان ناطق بالعربية سواء كان مسلما أو غير مسلم. ويقابل دلالة المنطوق عند السادة الأحناف دلالة العبارة، يعني الجمهور يسميها دلالة المنطوق والسادة الأحناف يسمونها دلالة العبارة كما سبق لنا أن درسنا في المحاضرة الأولى. فهي الفهم المتبادر إلى ذهن السامع بمجرد سماعه ما نطق به أو بمجرد قراءته العبارة التي كتبت باللغة العربية، فهذا معنى قريب المنال يفهمه العالم والجاهل، الفقيه وغير الفقيه، المسلم وغير المسلم. أيضا بالنسبة إلى دلائل المنطوق، وهذه مسألة توقف عندها علماء الأصول، أن أي منطوق يكون له حقائق، حقيقة شرعية وحقيقة عرفية وحقيقة لغوية، لكن في الناحية الشرعية المنطوق الذي وجد في النصوص الشرعية على ماذا نحمله؟ هل نحمله على معناه العرفي أم نحمله على معناه اللغوي أم نحمله على معناه الشرعي؟ علماء الأصول قالوا إن أي منطوق، أي لفظ وجد في النصوص الشرعية، أول ما يحمل على معناه الشرعي، فإذا تعذر إعمال معناه الشرعي انتقلنا به إلى معناه العرفي، فإذا تعذر معناه الشرعي والعرفي ذهبنا به إلى المعنى الثالث وهو معناه وحقيقته حقيقة معناه اللغوي، أي المعنى في القاموس. ثم إذا تعذرت كل هذه الحقائق الثلاثة انتقلنا من المعاني المباشرة إلى المعاني غير المباشرة وهي إلى المجاز. فعلى سبيل المثال، الرسول صلى الله عليه وسلم يعني بعث لبيان الحقائق الشرعية ولبيان التكاليف ولبيان ماذا يريد الشارع من هذه النصوص، فالشارع الحكيم استعمل يعني الألفاظ، وبينما هذه الألفاظ في اللغة لها استعمالات أخرى من بينها لفظ الزكاة، فالزكاة في معناها الشرعي تعني النماء والطهارة أو التطهير. والرسول لما قال في الغنم السائمة زكاة، فإن المراد هنا بالزكاة الواردة في هذا الحديث الشريف الزكاة بمعناها الشرعي، أي المقدار المعين من المال الذي يؤخذ من الأغنياء بشروط مخصوصة والذي هو ركن من أركان الإسلام. كذلك الصوم، فإن الصوم له حقيقة شرعية وحقيقة لغوية،
في الصوم في اللغة هو الإمساك مطلقاً عن الكلام والطعام والغيبة والنميم وغيرها، الإمساك. إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، هنا معناه اللغوي. لكن إذا ورد في مواضع أخرى كتب عليكم الصيام، فإن المراد هنا به حقيقة المعنى الشرعي، وهي الامتناع عن شهوتي البطن والفرج بقصد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى من طلوع الشمس إلى مغيب، من طلوع الفجر الصادق إلى مغيب الشمس. ولذلك عندما نسمع قول الرسول صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس ويذكر منها صوم رمضان، فإن المراد هنا الصوم بحقيقته الشرعية وليس الصوم بحقيقته اللغوية. إذن نحن دائما نبدأ بالمعنى الشرعي ولا يصار إلى غيره إلا إذا تعذر استعماله. كذلك لفظ الصلاة فإنها في اللغة معناها الدعاء، بينما الصلاة في المعنى الشرعي هي تلك العبادة القائمة على انعقاد النية المفتتحة بالتكبير المشتمل على الركوع القيام والركوع والسجود والنهاية بالتسليم. كذلك السحور والحج، كل هذه لها حقائق شرعية وحقائق لغوية، فإذا وردت في النصوص الشرعية فإننا دائما نحملها على معناها الشرعي ولا نحملها على معناها العرفي إلا إذا تعذر معناها الشرعي. فإذا تعذر المعنى الشرعي والمعنى العرفي والمعنى اللغوي، فإننا حينها نحملها على المعنى المجازي صونا للكلام عن الإهمال. وحتى في المجازات يكون الترتيب نفس الترتيب، يعني من المجاز الشرعي إلى المجاز العرفي ثم المجاز اللغوي. أمثلة على دلالة المنطوق، قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. دلالة منطوق هذه الآية أن كتمان العلم والحق حرام. أي إنسان يسمع هذا النص، مهما كان علم هذا الإنسان، مهما كان يعني قدرته، فإنه يفهم مباشرة أن كتمان العلم حرام وأن كتمان الحق حرام. أيضا لو سمع قول الله تعالى: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين، فإنه يفهم مباشرة من منطوق هذه الآية وجوب قتال المشركين، أن هذا القتال واجب على المؤمنين. أيضا قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. فإن أي إنسان يسمع هذه الآية الكريمة فإنه يفهم من منطوقها أن موالاة اليهود حرام، فيحرم حبهم والاطمئنان إليهم، وكذلك يحرم الثقة بهم وحتى أو مناصرتهم. وهذا كله بدلالة منطوق الآيات الكريمة. أمثلة أخرى من السنة، قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أي إنسان يسمع هذا الحديث يفهم منه مباشرة أن تغيير المنكر واجب على كل إنسان حسب قدرة هذا الإنسان. فالإنسان الذي يستطيع أن يغير هذا المنكر بيده واجب عليه أن يغيره بيده، والإنسان الذي يغير هذا المنكر بلسانه وجب عليه أن يبذل جهدا بلسانه ليغير هذا المنكر. وأما الثالثة فالكل يستطيع، وهي التغيير بالقلب واستنكاره وعدم الرضا به. فالإنسان الذي يعني لا يستطيع أن يغير لا بيده ولا بلسانه، فأقل ما يقبل منه اللي هو أن ينتقل إلى القلب، فإن التغيير بالقلب واجب. وذلك إخوة وأخوات بأن لا يرضى لا بالمنكر ويكرهه ويكره من يأتيه، فلا يؤكله ولا يشاربه ولا يجالسه، فإن الرضا ينزع الإيمان من صدر صاحبه، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في من رضي وتابع: فليس وراء ذلك من الإيمان حبة خبث. إذن الإنسان المسلم مكلف شرعا بمنطوق هذا الحديث أن يعني يستنكر المنكر ويغير المنكر، والتغيير حسب القدرة، وأما الاستنكار فهو واجب على الجميع، لأن الجميع يستطيع أن يستنكره
ويلتزم بما بأثر هذا الاستنكار من عدم المخالطة أو المؤاكلة أو المشاربة أو المشاربة أو المجالسة لمن يفعل منكرا، وهذا أضعف الإيمان. بالنسبة للأقسام المنطوق، القسم الأول من أقسام المنطوق من حيث التأويل، وهذا يعني هناك منطوق يحتمل التأويل ويسمى نصا، وهناك منطوق في المقابل لا يحتمل التأويل. فاللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحد ولا يحتمل غيره هذا القسم الأول، وهو المنطوق الذي لا يحتمل التأويل. مثل وهذا خاص بالأسماء، يعني عندما يقول الله سبحانه وتعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، فإن المدلول المنطوق في لفظ محمد لا ينصرف ولا يمكن أن ينطبق إلا على شخص واحد وهو سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم وخاتم الأنبياء. ففي هذه الآية لفظ محمد لا يحتمل غيره لأنه موضوع له فقط ولا ينصرف أو يتعدى إلى غيره. كذلك في النص الآية القرآنية الأخرى وهي قول الله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم، فلفظة زيد لا تنصرف إلا لزيد بن ثابت، فهذا لفظ أو منطوق لا يحتمل غيره، يعني لا يوجد له معنى آخر لا ينطبق على شخص آخر، وإنما ينصرف إلى فقط الشخص اللي هو زيد بن ثابت الذي نزلت فيه هذه الآية الكريمة. المنطوق الذي يحتمل التأويل، وهذا منطوق يعني اللفظ الذي ورد فيه يقبل أكثر من معنى، والأصولي يعني علماء الأصول يضربون لذلك مثلا بالحديث الشهير من كان سماعا مطيعا فلا يصلين إلا في بني قريظة. الآن هذا الحديث احتمل معنيين، احتمل لا يصلي أبدا حتى وإن دخل وقت الصلاة منهي على الصلاة إلا في بني قريظة، وهذا فهمه جماعة من الصحابة فلم يصلوا، استمروا في المسير حتى فاتهم وقت العصر، وما وصلوا بني قريظة إلا بعد صلاة المغرب، فصلوا أولا العصر قضاء ثم صلوا المغرب في وقته. هناك آخرون أو نفر من صحابة رسول الله فهموا فهما آخر، وهو أنه يعني المراد بذلك الحث على المسير والإسراع فيه، ولذلك لما دخل وقت صلاة العصر فأوقفوا رواحلهم صلوا عصرهم ثم مضوا، ولذلك لما وصلوا إلى أو التحقوا بالرسول صلى الله عليه وسلم في بني قريظة كانوا قد صلوا عصرهم في طريقهم وبدأوا بصلاة المغرب مباشرة في وقتها، والرسول صلى الله عليه وسلم رأى الفريق الأول ورأى الفريق الثاني ولم يخط أحد ولم يصوب طرف آخر، ولم يعني وإنما رآهم وسكت وأصيب الإقرار. والعلماء لما نظروا قالوا أن السبب بذلك أن الحديث الذي قاله الرسول من الأحاديث التي تقبل التأويل، فالرسول لم يحاسبهم على فهمهم لأن كل منهم اجتهد في الفهم، والله سبحانه وتعالى يعني دائما يجعل الحق واحدا لا يمكن الحق أن يتعدد، لكن الذي اجتهد ولم يوفق إلى الحق فإنه لا يلام، فبالعكس فهو عند الله مأجور إن شاء الله. أيضا هناك أقسام المنطوق من حيث دلالة، منطوق صريح وهناك منطوق غير صريح. المنطوق الصريح وهو اللفظ الذي يدل على معناه بالمطابقة أو التضمن. ما معنى الدلالة على اللفظ بالمطابقة؟ وهي أن دلالة اللفظ على تمام المسمى، كدلالة لفظ الإنسان على الحيوان الناطق، وسمي بذلك لأن اللفظ مطابق معناه، يعني تمام اللفظ المعنى مساو لللفظ، لا زيادة لا نقصان. ومثال أيضا الصلاة، فإن كلمة الصلاة في معناها الشرعي هي تطلق على مجموعة الأقوال والأفعال المبتدئة بالتكبير والمنتهية بالتسليم، وهذا معنى متطابق، معنى تطابقي للفظ الصلاة. ولكن قد تطلق الصلاة على الركوع لوحده، وقد تطلق الصلاة على السجود لوحده. لو جئت إلى مكان ووجدت رجلا ساجدا وسألت ماذا يفعل فلان؟ قلت إنه يصلي، رغم أنه هو ساجد والسجود هو جزء أو بعض من الصلاة. فقولنا للساجد أو للراكع أنه يصلي فهذا من باب يعني إطلاق الكل وإرادة الجزء، فهذا المعنى يعني يسمى من باب التضمن.
من باب ايه، وكذلك اطلاق كلمه البناء على السقف او الجدران والاساس فهو المعنى المطابق لللفظ، واطلاق البناء على السقف فهو وان كان جزءا منه. هناك لفظ غير الصريح وهو اللفظ يدل على معناه بالالتزام. طبعا هذا المعنى هذا النوع من او هذا القسم من اقسام دلاله المنطوق يقابلها عند الاحناف دلاله الاشاره. فتتذكروا اننا ونحن نعرف ونشرح في دلاله الاشاره قلنا انها هي معنى التزامي، معنى ناتج عن 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 الفهم وليست نتيجه للفهم، وانما هي معنى بالالتزام. مثال ذلك كدلاله الاسد على الشجاعه، وهذا انما يتصور ذلك في اللازم الذهني. في النصوص الشرعيه لما قال الله سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، دلالة المنطوق المباشرة أو دلالة العبارة المباشرة وجوب سؤال أهل العلم عند الرغبة في معرفة الجواب أو في معرفة الحكم الشرعي. دلالة الالتزام أو المعنى الالتزامي في هذا النص الشرعي أو المعنى الإشاري عند الأحناف أو المعنى الإشارة دلالة الإشارة عند الأحناف أنه يجب على الأمة أن تعد ما يمكن به أن يكون علماء ويفقه من أبنائها من يسأل إذا احتيج إلى الجواب. فالجاهل من العادة أنه لا يفتي، والجاهل من العادة أنه لا يسأل، لكن الذي يسأل هو العالم. ولكن حتى توجد العالم لا بد من إيجاد الآليات أو الإمكانيات أو المؤسسات أو الجامعات أو المعاهد أو المدارس التي بواسطتها يتم تكوين وتعليم هؤلاء العلماء. وهذا معنى التزامي، يعني أصبح لازما لطلب وجود العالم. لا يولد عالم يعني هكذا يولد من بطن أمه عالما، وإنما لابد أن يمر في مرحلة تكوينية. حتى نسأل العالم لابد من إيجاد الآلية التي يوجد بها هذا العالم. وهذا هو المعنى غير الصريح، المعنى غير إيه؟ الصريح. بالنسبة إلى أقسام غير المنطوق، المنطوق غير الصريح منها قسم دلالة ما يدل على دلالة الاقتضاء وهو تقدير لفظ يتوقف عليه صدق الكلام أو صحته شرعا أو عقلا، وهو المقصود عند الأحناف بدلالة الاقتضاء. مثال قول الله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم. الأم يا أخوة وإخوات، الأم لا تحرم، الذات الأم لا يحرم، وإنما يحرم نكاحها، فلا بد من تقدير كلمة نكاح. هناك أيضا قسم آخر وهو دلالة الإيماء، وأن يقترن اللفظ بحكم لو لم يكن للتعليل لكان بعيدا، وهذا هو القياس، لكن قد يكون هذا القياس جليا وقد يكون خفيا. وهناك دلالة الإشارة، وهي دلالة الإشارة يقصد بها دلالة اللفظ على معنى التزام التي سبق إيه وأن شرحناها قبل قليل. القسم الرئيسي الثاني لدلالات الألفاظ عند السادة الجمهور هو دلالة المفهوم. وقسموا الجمهور دلالة المفهوم إلى قسمين رئيسيين، مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة. المراد بمفهوم الموافقة ثبوت حكم المنطوق به للمسكوت عنه، يعني عندما تستمع أنت إلى النص فإن هناك حكما للمنطوق به، فدلالة مفهوم الموافقة أن هذا الحكم المنطوق به ثابت لما هو مسكوت عنه، هذا المسكوت عنه مساو للمنطوق به في العلة. لا بد من وجود علة بينهما كي يأخذ حكمه. والمنطوق به هنا الحكم الذي دل عليه اللفظ المنطوق به أو فهم والسامع، والمسكوت عنه هو الحكم الذي لم يصرح به تصريحا مباشرا وألحق بحكم المنطوق لوجود علة مشتركة بينهما. وهذا المعنى اللغوي المشترك هو بين المسكوت عنه والمنطوق به يدركه أهل اللغة. يعني لابد أن يكون الإنسان لديه علم باللغة كي يتوصل إلى ما هو مسكوت عنه. ومفهوم الموافقة أطلق عليه أو يطلق عليه في كتب بعض علماء الأصول أحيانا الفحوى الخطاب أو مفهوم الخطاب أو لحن الخطاب، وأحيانا يسمى بالقياس الجلي. والمقصود بفحوى الخطاب ما يفهم من الخطاب أو ما نبه إليه اللفظ ودل عليه ما هو أقوى منه. وأما فحوى الخطاب
فهو ما يفهم من النص أو من اللفظ على سبيل القطع، لأنه أولى من الحكم من المنطوق به أو مساولة. ومفهوم الخطاب أي مفهوم الموافقة هو موافقة حكم المسكوت عنه لحكم المنطوق به. وبعض علماء الأصول فرق بين الفحوى وبين اللحن، فقالوا إن فحوى الخطاب ما نبه عليه اللفظ، أما لحن الخطاب فهو ما لاح أثناء اللفظ. وهناك فرق ما بين ما نبه عليه وما لاح. وهناك فرق ثاني ظهر بعض علماء الأصول فقالوا إن الفحوى أو فحوى الخطاب ما دل على ما هو أقوى منه، أما اللحن فهو ما القول على ما دل على مثله، وسنوضح ذلك في الأمثلة القادمة. الأحناف أطلقوا على مفهوم موافقة دلالة النص، يعني يقابلها دلالة النص. من الأمثلة على مفهوم الموافقة قول الله تعالى: فلا تقل لهم أف ولا تنهرهما. أي إنسان يستمع إلى هذه الآية فإنه يفهم من منطوقها تحريم أن يتأفف الولد في وجه أبيه أو أمه أو كليهما معا. مفهوم الموافقة حرمة سب الوالدين أو أحدهما أو شتمهما أو الاستهزاء بهما أو تحقيرهما أو الاعتداء عليهما، أو يعني مفهوم الموافقة هو المسكوت عنه. الآية نطقا حرمت التأفف، والتأفف هو إظهار التضجر، لكن مفهوم الموافقة أن كل ما وافق التأفف في الإيذاء فهو يأخذ حكمه. وهذا حقيقة يعني ينظر إليه، أو الأصل فيه أنه يستنبط بواسطة اللغة، وكل من يفهم اللغة العربية يعرف أن الإيذاء البدني أو الشتم أو الركل أو الضرب أو كذا كله أشد إيذاء من المنطوق به وهو التأفف. ولذلك فإنه أولى بالتحريم من التأفف، فإن التأفف أبسط أنواع الإيذاء، فإذا كان الأبسط هو حرام فما بالك بما هو أشد. قال الله تعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك. منطوق الآية أو حكمها أن فئة من أهل الكتاب تستأمن على القنطار، تؤدي هذه الأمانة عند طلبها كاملة غير منقصة. إذن هذه الفئة من أهل الكتاب أمينة، لدرجة أنك لو وضعت عندها أمانة قنطارا، والقنطار وزن كبير سواء من أي شيء ذو قيمة، مالا، ذهبا، فضة، غلة، أي شيء، هذه تؤدي القنطار ولا تتردد في حفظ الأمانة وردها. هذا منطوق الآية. مفهوم الموافقة أن الفئة التي تستأمن على القنطار من باب أولى، أنها لو يعني جعل عندها نصف قنطار فهي أحفظ لها، فهي تحفظ القنطار، فما بالك بمكانة أقل من القنطار. ما هي أقسام مفهوم الموافقة؟ قسم علماء الأصول الموافقة إلى دلالة لفظ على مساو للمسكوت عنه بالمنطوق به بالحكم، يعني إذن المسكوت عنه والمنطوق به متساويا، أو ربما يعني أحدهما بطريق الأولى والأحرى والعلة متوفرة فيهما في المسكوت عنه أقوى، مثل المثال الذي سبق، يعني ومن أن تأمنه بدينار لا يؤدي إليك إلا ما دمت عليه قائما. هذا عكس المثال الذي صرفنا، يعني هناك من أهل الكتاب فريقا أو فئة منهم يخونون الأمانة ولو كانت دينار واحد ولا يؤدونها. مفهوم الآية أن هذا الفريق إذا كانوا الدينار يخونه ويسرقه، فما بالك لو كان ألف دينار؟ إذن هو من الألف دينار مغرية للسرقة أكثر من الدينار، فهذا من السوء ومن قلة الأمانة، بحيث أنه لا يستأمن على شيء أصلا، فهو الدينار لا يستأمن عليه. كذلك الحال في مثل ولا تقل لهم أف في ولا تنهرهما، في دلالة على تحريم الشتم والأذى، فهذا النوع هو دلالة اللفظ على المساواة المسكوت عنه بالمنطوق به بالحكم بطريق الأولى والأحرى، والعلة متوفرة في المسكوت عنه أقوى منها في المنطوق به، وعليه فإن المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به. هذا هو النوع الأول من أقسام مفهوم الموافقة. النوع الثاني
دلالة اللفظ على مساواة المسكوت عنه والمنطوق به بالحكم بطريق المساواة أو الأدنى، فالعلة متوافرة في المسكوت عنه والمنطوق به على مستوى واحد وفي درجة واحدة. فوجود العلة في المسكوت عنه مساوية للعلة في المنطوق به، فحكمها واحد. الحالة الأولى أن المسكوت عنه أولى بالحكم من 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 المنطوق به، يعني دلالة اللفظ على النوع الأول الحكم الشرعي المنطوق به أولى أن يكون للمسكوت عنه من المنطوق به، لأن العلة في المسكوت عنه أكبر. النوع الثاني الذي أمامنا الآن أو الذي نحن بصدده العلة متساوية. ومثال ذلك قول الله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. دلالة منطوق الآية أن أكل أموال اليتامى ظلما حرام، وهذا ويستوجب عقوبة في الآخرة والإحراق في جهنم. دلالة المفهوم الاعتداء على أموال اليتامى بأي صورة من صور الاعتداء، بالإغراق أو بالإحراق أو بالإتلاف أو بالاغتصاب، كله حرام، لأن العلة مشتركة بين المنطوق والمفهوم، وهي في النهاية هي اعتداء وحرمان لليتيم وإلحاق الضرر بماله، سواء كان هذا المال عن طريق الأكل أو عن طريق الغصب أو عن طريق الإتلاف، ففي النهاية اليتيم لن يستفيد من ماله. فالعلة واحدة في المنطوق به والمسكوت عنه. هذا هو القسم الأول، القسم من دلالة المفهوم. القسم الثاني من دلالات المفهوم هو مفهوم المخالفة. ومفهوم المخالفة بعبارة بسيطة أن تعطي المسكوت عنه نقيض حكم المنطوق به، يعني إذا كان المنطوق به حلال فاعلم أن المسكوت عنه حرام، إذا كان المنطوق به يبدأ يتصف بصفة معينة فاعلم أن المسكوت عنه يأخذ أو الذي يتوفر فيها عكس هذه الصفة يأخذ عكس الحكم. ولذلك قالوا أن هو إعطاء المسكوت عنه نقيض حكم المنطوق به، فإن الحكم المنطوق به إذا قيد هذا الحكم بصفة أو بغاية أو بعدد أو بشرط أو غيرها من الأشياء التي سنتولى شرحها إن شاء الله في أقسام مفهوم المخالفة، المسكوت عنه يأخذ عكس حكم المنطوق به إذا زال هذا القيد. فلو كان القيد وصفا فإن المسكوت عنه يأخذ عكس حكم المنطوق به إذا زال هذا الوصف، فإن كان المنطوق به واجبا كان حكم المسكوت عنه غير واجب، فإن كان المنطوق به حرام كان المسكوت عنه غير محرم، وإن كان مندوبا كان المسكوت عنه غير مندوب. وكذلك الحال إذا كان مقيد بشرط أو بغاية أو بعدد أو ما إلى ذلك. طبعا مفهوم المخالفة يسمى عند بعض علماء الأصول دليل الخطاب أو لحن الخطاب. أمثلة على مفهوم المخالفة، قال الله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل. ركزوا، الحكم المنطوق به يبدأ الصوم من الفجر إلى أول الليل، إذا مفهوم المخالفة الإفطار اللي هو عكس الصوم يبدأ بعد دخول الليل. قال الله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. المنطوق أن الزوجة إذا طلق أو أن الزوجة هنا لابد من تصويب الكلمة، أن الزوج إذا طلق زوجته الطلقة الثالثة يحرم نكاح عليها، وتمتد هذه الحرمة من اليوم الذي قال فيها أنت طالق حتى تنكح زوجا غيره، يعني المطلقة ثلاثة بعبارة أخرى. أن الرجل الذي طلق زوجته ثلاث مرات لا تحل له هذه الزوجة حتى ينكح أو تنكح زوجا غيره وتطلق منه أو يموت عنها تطلق منه طلاقا طبيعيا أو يموت عنها موتا عاديا. مفهوم المخالفة أن المرأة تحل لمطلقها الأول بعد موت زوجها الثاني أو طلاقهم إياها طلاقا طبيعيا غير مكره أو غير يعني متفق على ذلك، أو ما يسمى بالتيس المستعار في عند بعض كما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني بعبارة أخرى لا تحل المرأة المطلقة ثلاثة لزوجها الأول إلا بعد طلاقها أو ترملها من زوجها في ظل ظروف طبيعية. قال الله تعالى أيضا ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. الحكم المنطوق به حرمة الصلاة على واحد من المنافقين. ومفهوم المخالفة أن الصلاة على المؤمنين جائزة.
ما هي يعني أقسام أو أنواع مفهوم المخالفة؟ أول نوع من أنواع المفهوم المخالفة، مفهوم المخالفة المقترن بالصفة، مفهوم المخالفة المقترن بالصفة، نعم. وهو إذا ورد الحكم المنطوق به مقيدا بالصفة ومخصصا بها. طبعا هنا يجب أن نتوقف أن المراد بالصفة ليست الصفة التي عند النحاة للنعت فقط، فقد تكون هي الصفة النعت كقوله صلى الله عليه وسلم في الغنم السائمة زكاة، فهنا يعني السوم هنا صفة لهذه الغنم. وقد تطلق أيضا على ما هو مخالف أن في غير السائمة لا زكاة في المعلوفة، أيضا تطلق على الإضافة، ومثاله في سائمة الغنم إيه؟ زكاة. فكلمة السائمة مضاف والغنم مضاف إليه. ومفهوم المفهوم المخالف سائمة الغنم زكاة، أي أن الحيوانات التي فيها زكاة سواء كانت غنما إبلا ماعزا شياها بقرا أي نوع من أنواع الحيوانات التي فيها زكاة إذا كانت سائمة، لكن إذا كانت معلوفة فلا زكاة فيها. أيضا قد تطلق الصفة هنا على المضاف إليه، مثال قول الرسول صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، فالغني مضاف إليه وهي صفة. ومفهوم المخالفة مطل الفقير ليس بظلم، إذا كان المراد بالمطل هنا المماطلة، يعني الغني يماطل في سداد ما عليه من ديون، فإذا كان مطل ظلم إذا طبعا الفقير الذي يماطل فهو فقير، يعني هو يماطل لأنه لا شيء عنده، إذا ليس بظلم. وقد تطلق الصفة على ظرف الزمان نحو يوم الجمعة في قوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، فالصفة هنا يوم الجمعة، وهو مفهوم مخالف في يوم غير يوم الجمعة. وقد تطلق أيضا على ظرف المكان، مثال حديث صحيح من كان سماعا مطيعا فليصلين العصر إلا في بني قريظة، والصفة المكانية هنا بني قريظة، مفهوم مخالف غير بني قريظة. وكذلك قول الرسول لأحد الصحابة في النفرة من يوم عرفة لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن أين يعني سنصلي المغرب، قال له الرسول الصلاة أمامك، أي في المزدلفة، ظرف مكان مفهوم المخالفة في غير المزدلفة لا تصلي المغرب. أمثلة أخرى، قال الله تعالى فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، منطوق الآية جواز أو حلية النكاح الإماء المؤمنات، مفهوم الآية المخالف عدم جواز نكاح الإماء غير المؤمنات كاليهوديات أو النصرانيات أو المجوسيات أو الوجوديات وغيرهن. قال الله تعالى وحلائل أبناءكم الذين من أصلابكم، منطوق الآية حرمة نكاح زوجات الأبناء من الأصلاب، وهنا المراد بها زوجة الابن الصلبية، أي ابنك الذي هو ينتسب إليك انتسابا صلبيا. مفهوم المخالفة حلية الزواج من زوجات الأبناء غير الأصلاب اللي هو الأبناء بالتبني، وهذا ما وقع مع الرسول صلى الله عليه وسلم لما تزوج من زوجة متبناه زيد بن حارثة. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، منطوق الآية وجوب التثبت والتبين في نبأ الفاسق. مفهوم المخالفة إذا كان التبين في نبأ يعني لا يجب التبين في نبأ العدل، يعني إذا كان الخبر أو النبأ جاء به رجل عدل لا داعي للتبين، لأن النص طلب التثبت والتبين من نبأ الفاسق. قال صلى الله عليه وسلم في كل 40 إبل بنت لبون، منطوق الحديث تجب الزكاة في الإبل السائمة. مفهوم المخالفة لا تجب الزكاة في الإبل المعلوفة. وقال صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم إذا كانت 40 إلى 20 ماء وما أشاه، منطوق الحديث تجب الزكاة في سائمة الغنم إذا بلغت 40. مفهوم المخالفة لا تجب الزكاة في هذا العدد من الأشياء إن كانت معلوفة أو ليست في سائمة أو حتى أقل من 40. النوع الثاني مفهوم الغاية، والمراد بمفهوم الغاية المخالف أن الحكم المنطوق به في النص إذا قيد بالغاية فإن الحكم المسكوت عنه يخالف حكم المنطوق به بعد هذه الغاية. طبعا أحرف الغاية في لغة العربية حتى وإلى،
والأمثلة على المفهوم الغاية كثيرة، منها قول الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فلو نظرنا في الحكم قبل حتى نجده جواز الأكل، لكن الحكم بعد حتى فإن هذا يعني اللي هو العكس، الأكل هو الصيام. ففي ليل رمضان طوال هذا الليل من بداية حتى بزوغ أول نور الفجر، وهذا هو الحكم إيه؟ ما قبل الغاية. لكن حكم هذا حكم منطوق الآية، المسكوت عنه هو عكس هذا الحكم تماما، أي بعد انتهاء هذه الغاية وهي حرمة الأكل والشرب من بزوغ نور الفجر إلى صلاة إيه؟ المغرب. وهذا الحكم يدل عليه مفهوم مخالفة الغائي، أي نسبة إلى إيه؟ إلى الغاية. هناك اللي هو مفهوم العدد النوع الثالث، ويقصد به المخالفة في العدد لحكم المنطوق به، فالمسكوت عنه يخالف حكم المنطوق به. فإذا قيد الحكم بعدد فإن الحكم ينتفي فيما عدا ذلك العدد زائدا كان أو ناقصا. بعبارة أخرى، إن الحكم المنطوق به إذا علق بعدد دل العدد على أن ما عداه بخلافه. ربنا قال على سبيل المثال: الزانية والزاني فاجلد كل واحد منهما 100 جلدة. منطوق الآية: وجوب جلد الزاني والزانية كل واحد منهما 100 جلدة. مفهوم الآية يحرم الزيادة، أو مفهوم المخالف لهذه الآية يحرم الزيادة على 100، ولا يقبل الإنقاص عن 100. فلا يتحقق الحكم الشرعي، أو فلا يتحقق الحد الشرعي بأقل من 100، ويحرم الزيادة على هذه 100. قال الله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. هذه الآية نطقت بحكمين، أي منطوق يعني بالمنطوق يفهم منها حكمان: أول شيء إثبات الزنا بأربعة شهود، والثاني أن وجوب جلد القاذف 80 جلدة. مفهوم المخالفة: لا يجوز تكليف الذي يتهم غيره بالزنا بأقل من 4 شهداء، كما لا يجوز تكليفه بإثبات دعواه بأكثر من 4 شهداء. لا 3 مقبولين ولا أكثر من 4 مطلوب. وهذا هو حكم المسكوت عنه. وأيضا يفهم منه عكس المفهوم الثاني في الآية، وهي حرمة الزيادة كذلك بالنسبة لجلد القاذف. فلا يعتبر الحد مستكملا إذا جلد أقل من 80، ويحرم على الوالي أو على من يجلد أن يزيد عن 80. فثمانين جلدة هي المنطوق، وهي الذي يجب أن يلتزم، ولا يقبل غير ذلك. كذلك قول الرسول في حديث ولوغ الكلب في الإناء: طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله 7 مرات أو أولاهن بالتراب. منطوق الحديث أن طهارة الإناء تتحقق بغسله 7 مرات، من بينها واحدة بالتراب. مفهوم المخالفة: لا يطهر الإناء الذي يشرب منه الكلب بغسله أقل من 7 مرات، كما أنه لا يجب غسله أكثر من 7 مرات. قال الله تعالى في مثال آخر: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته طعام 10 مساكين من أواسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. الآية تدل بمنطوقها على أحكام. أول شيء أن كفارة الحانث في يمينه وجوب إطعام 10 مساكين أو كسوة 10 مساكين أو عتق رقبة. فإذا تعذرت هذه 3 صار إلى ما بعدها، وهو أن يصوم 3 أيام إذا لم يجد ما يطعم أو يكسو أو يعتق. مفهوم المخالفة يدل على الأحكام التالية: لا يحل تكليف الحانث بإطعام أكثر من 10 مساكين، ولا يحل تنقيص الإطعام 10 مساكين مسكين واحدا، يعني نقول 9 مكفي منك أو 8، ولا يحل تكليف الحانث بكسوة أكثر من 10، ولا يجزئ الحانث كسوة أقل من هؤلاء 10، ولا يحل تكليف الحانث بصيام أكثر من 3 أيام، ولا يحل التخفيف عن الحانث وإفتاءه أن يصوم أقل من إيه؟ من 3 أيام. شكرا لكم، وأتمنى للجميع التوفيق والسداد والرشاد، وألقاكم إن شاء الله في المحاضرة الثالثة.